السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة. الكورتيزون، المادة الغريبة اللي يعني لها تأثير السحر، أو زي ما بنسميها كده في الطب ذا ماجيك دراج. مادة بتفرز من الجسم، في غدة في جسمنا بتفرز المادة دي. ليه أهمية المادة دي في الجسم بتاعنا ولها تأثيرات؟ يعني مش عايز أقول لك إن لها أدوار في كل حاجة يعتبر في الجسم. خلاص، هرمون بيتداخل في العديد من وظائف الجسم، والأهمية المادة دي في كل أجهزة الجسم يعتبر اتصنع منها مادة بنستخدمها كتير قوي في العديد من الأمراض الطبية، منها أشكال كتير، زي منها أدوية شراب، منها أقراص، منها حقن، ومنها مراهم، ومنها حاجات أشكال كتير قوي من الكورتيزون موجود. ولكن لما بنسمع اسمه أو الأهالي بيسمعوا اسمه، ده الدكتور بيكتب كورتيزون، لا ده الدكتور معرفش ادانا دواء في كورتيزون، لا ده معرفش الحقنة فيها كورتيزون، ايه الحوار؟ الكورتيزون زي ما قلت لك من أهم المواد اللي جسمنا عنده القدرة على إفرازها لتنظيم وظائف كتير من جسمنا. يعني الفيديو الصغير ده مش هيسعنا إن احنا نذكرها يعني بصراحة، ولكن انا عملت فيديو مخصوص عشان اقول لك ان الكورتيزون مهم جدا 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 لعدد كبير قوي من علاج الامراض في الطب، ولكن المشكله بتكمن في الاستخدام العشوائي للكورتيزون. انا عايز اقول لك ان الكورتيزون بيستخدم، هو الدواء الاساسي لعلاج حساسيه الصدر، هو العلاج الاساسي لامراض كتير قوي او معظم امراض المناعه، بيستخدم في علاج بعض انواع السرطانات، بيستخدم في علاج يعني مشاكل الجلد، بيستخدم في علاج يعني مشاكل المفاصل، بيستخدم في علاج بعض امراض الجهاز الهضمي. خلاص، ممكن يستخدم في بعض امراض الجهاز العصبي المركزي. ليه استخدامات عديده ومختلفه ومتشعبه. خلاص، بجرعات مناسبه وبمده محدده بيحددها الطبيب المعالج. خلاص، نخلي بالنا من النقطه دي. الكورتيزون علاج يوصف بجرعات مناسبه ولمدة معينة. خلاص، وكمان من الأدوية اللي لازم يتسحب من الجسم بتسلسل وبطريقة معينة. علشان إيه يا جماعة؟ علشان أحافظ على الإفراز بتاع المادة دي من الجسم بتاعي. معناه أنا لو أديت المادة دي بصورة عشوائية وبكميات عشوائية من غير مدروسة، مثلا بنظام اوقفه بنظام عشوائي، ده هيمثل خطوره كبيره على الجسم، هو ده هيعمل تثبيط للافراز الطبيعي للماده دي من الجسم بتاعنا. خلاص، طيب علشان كده احنا بنقول دايما لما ندي كورتيزون، خلاص سواء كان ايا كان الطريقه بتاعته بقى على حسب انا المرض بتاعي ايه، لما بنديه بنقول لك الجرعه مظبوطه، بقول لك المده قد ايه علشان تلتزم بيها. انما انت كشخص تجيب الكورتيزون، ادويه فيها كورتيزون، وتستخدمها من دماغك بدون وصف طبي، بدون اي استشاره طبيه، وتوقف من دماغك، ده هيعمل لك مشاكل كبيره قوي كبيره قوي. وانا عامل الفيديو ده مخصوص عشان انبهك لمشاكل الكورتيزون. اول حاجه من مشاكل الكورتيزون وهو تثبيط الغده المفرزه للكورتيزون، لو استخدمناه لفتره طويله ووقفناه فجأة، ده بيعمل خلل في التوازن بتاع الجسم، وهينعكس على الجسم بعد كده بمشاكل كبيرة قوي، وهي نقص الكورتيزون في الجسم. حاجة تانية، استخدام الكورتيزون بسرعة عشوائية بيزود وزن الجسم بصورة كبيرة قوي. 2، بيضعف تأثير الجهاز المناعي لأنه بيأثر تأثير سلبي على النخاع العظمي، ويعمل مشاكل في تصنيع الخلايا المناعية والأجسام المضادة والتأثير اللي الجهاز المسؤول عن مناعة الجسم. 4، لتأثير مباشر على المعدة بتاعة الطفل، ممكن يدخله في التهابات في جدار المعدة، وممكن يصل به الأمر أنه يعمل قرحة في المعدة. 4، أنه بيعمل خلل في عملية التوازن بتاع بناء العظم، ويعمل على المدى البعيد هشاشة في العظم، يزود احتمالية إصابة الطفل على المدى البعيد بسيولة في الدم. خلاص، كمان ليه تأثير على زي ما قلت لك، يعمل خلل في توازن الغدد في الجسم. تمام يا جماعه؟ خلاص،
الكورتيزون يا جماعه هو زي ما بنسميه كده ذا ماجيك دراج، العلاج السحري او الدواء السحري اللي استخدامه لازم يكون تحت اشراف طبي، لان الاضرار بتاعته زي ما قلت لك كلها حاجات كبيره وحاجات ممكن تاثر معايا على صحه الطفل على المدى البعيد. وكمان نسيت اقول لك معلومه، ان هو بيزود احتماليه اصابه الطفل بمرض الايه السكر. خلاص، رجاء اللعب مع الكورتيزون ما ينفعش بدون وصف طبي صريح. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.